مواعيدكم مشاهدينا مع ايت سمارت، واليوم موضوعنا موضوع صيفية. بالصيفية كلنا منسافر للفاكانس، ولكن منخبص بس نسافر. رح نحكي عن التغذية خلال السفر مع نتاليا غي. صباح الخير نتاليا. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله. هلا منسافر أو منضل هون منخبص أكثر، لأنه مزبوط. بتكتر الظهرات، ويعني الواحد بس يزور حتى بلبنان مناطق كمان بده يذوق السبيسياليتي وهيك، وواحد بيقول يلا ماشي الحال اليوم نخبص، تاني نهار بيرجع بخبص. هلا مثل ما عم بتقول ستوري اوف ماي لايف. هلا رح نجرب نغير الستوري اوف يور لايف. اكيد وقت اللي نكون فرصه، وخاصه وقت اللي بنكون مسافرين، دائما اذا كنا عم نتبع نظام غذائي معين هذا الشيء بيتخربط، لانه كل الروتين ممكن انه تتغير، ويصير صعب لاشخاص يمكن عم يتبعوا نظام غذائي لتخفيف الوزن، ان كان لعده يمكن امور، ببطل قادر يسيطر على النمط الغذائي. خلينا نبلش اول شيء، بما انه قلتي بلشت تحكي عن السفر، خلينا نبلش نشوف شو اهم شغله لازم ننتبه لها اذا كنا مسافرين. اول نقطه هي السوائل، لانه هذه شغله الناس ما بتنتبه لها. عاده وقت اللي نسافر بيصير في جفاف بالجسم، لانه معرضين لبيئه مسكره. منبلش بالطياره، البيئة السفر هي بيئة بتخلي يصير فيه جفاف أكثر، ديهايدريشن، وعادة وقت اللي نعمل ديهايدريشن في كتير أشخاص ما بيشربوا، بيروح بيأكلوا بدل ما يشربوا. دونك هيدي من الأشياء اللي لازم ننتبه لها، غير أنه أكيد الجفاف بيأثر كمان على مشكلة الإمساك، وفي كتير أشخاص بيعملوا إمساك وقت السفر، وهيدي شغلة أكيد منا أغريب. لكن أول نقطة لازم ننتبه لها هي أنه نشرب. هلأ قدي لازم نشرب وشو لازم نشرب؟ أكيد بتبقى المي هي من أفضل السوائل اللي لازم ناخدها. العصير ممكن أنه يكون بديل للسوائل. الكحول منا أوبسيون، منا من البدائل الجيدة، لأنه بتزيد من الجفاف خلال السفر. وإذا الأشخاص حبوا يشربوا يمكن كحول بالسفر لأنه سفرة طويلة وبدون يناموا أو ما بعرف لعدة أسباب، ممكن لازم يشربوا كمية مي إضافية تا يعوضوا عن هالسوائل اللي خسروها. ولكن بس نسافر نتالي، ليش نتفادى نشرب مي تما نفوت على التواليت؟ لأنه أوقات يعني فترات طويلة منضل برات الأوتيل أو البيوت، بقى مشان ما يكون عنا هالبروبليم نتفادى. إيه؟ يعني نشرب نقطة نقطة. بس هو إذا بدنا نفكر شو شو المنيح، تأثير شو المنيح، شو تأثير الجفاف، مهم كتير إنه نشرب. هلأ أكيد أكيد فينا يمكن نلاقي طرق نقدر نقدر نشرب، لأنه بالنهاية وقت اللي يصير فيه جفاف بالجسم الشخص بيصير بيتعب أكتر، ودونك هيدي شغلة بعتقد ما حدا بده إياها خلال السفر. لكن قدي لازم يشرب وقت اللي نكون مسافرين؟ عادة لكل ساعة طيران لازم ناخد كبية مي. يعني نعمل معدلنا إذا كانت سفرة طويلة، إنه أكيد لكل ساعة ناخد كوب من المي، ونضلنا نشرب زيادة عن نحن معدلنا عادة خلال يومين ثلاثة، أكيد حسب قدي كانت طويلة سفرتنا. يعني إذا كانت نص ساعة ساعة أكيد مش ضروري، بس إذا كانت سفرات طويلة كرمال الجسم يرجع هالتوازن بالسوائل بالالكترولايتس يرجع يرجلش. دونك سوائل ضرورية جدا خلال السفر، فيكون حليب، فيكون حليب خالي من الدسم إلى آخره. هلأ بنرجع لنقطة شو بدنا ناكل وقت اللي نكون مسافرين. أوقات كتير منجوع وما منعرف شو بدنا ناكل، خاصة إذا كنا ببلد مش معودين على تقاليده الغذائية، ما منعرف وين السوبر ماركت، ما منعرف على أي نوع من المطاعم. مزبوط. هلأ خلينا نبلش بالترويقة. وقت اللي نكون بأوتيل، أو خلينا نقول بأوتيل في ترويقة عديدة فيها كتير إشياء، مهم كتير نبلش نهارنا منظمين، لأنه إذا نظمنا الترويقة، أنا ما عم بقول ما ناكل على الترويقة، بالعكس، بس مهم إنه ننظم ترويقتنا. بيكون في بيفيه طويل عريض، صح، ما بنعود نعرف وين هلا طريقة شو منبلش. طريقة نقدر نسيطر على الكمية اللي عم ناخذها هي إنه قبل ما نبلش نسكب
نطلع على البوفيه شو فيه، في عدة أشياء، وإذا قاعدين عدة أيام مش ضروري ناكل كل شيء بنهار واحد. خلينا نبلش نركز على نوع معين من الأجبان، الألبان أو الشاركوتري صنف واحد، نوع من الخبز، خلينا نختار الخبز أكيد اللي قمحة كاملة اللي بيكون فيه ألياف أكتر، وناخد أكيد حليب، بنرجع على السوائل نختار اللبن الخالي من الدسم، إذا بدنا ناخد مربى ما ناخد مربى وجاتو وحلويات، ناخد صنف واحد من الأشياء اللي ممكن أنه تعطينا سكر زيادة. من كل شغلة ناكل صنف نختار واحد، مزبوط، ناخد مصدر للنشويات، مصدر للأجبان ألبان أو شاركوتري، وأكيد إذا في فواكه لازم ناخد فواكه. هلأ أوقات في بيكون في سلطة فروي أو حتى عصير، وكمان ممكن أن يكون في فواكه كاملة، أكيد الفواكه الكاملة بتضل هي أفضل أوبسيون، لأنه العصير بالنهاية وقت اللي نشرب سوائل ما منكون أكلنا بعد، بينما إذا أخذنا حبة فواكه فيها ألياف بتساعدنا تنضاين للوجبة اللاحقة، وبنفس الوقت منكون نحنا عم ناخد سعرات حرارية أقل. ومش غلط انه نحن وفلين اذا كان عندنا نهار طويل ما بنعرف شو بدنا ناخذ، ناخذ اكيد تفاحه او موزه، هولي انواع الفواكه اللي بيضاينوا ما بدهم براد، ما بدهم نغلفهم الى اخره، دونك هولي اشياء مهم انه ناخذهم. شغله ثانيه كمان ممكن انه وقت اللي بدنا نقضي نهار برات البيت او محل ما نحن منكون، مهم انه نعمل بلان قبل بوقت، يعني ننظم او نخطط نهارنا، يعني اذا طالعين نهار كتير طويل وما بنعرف وين وجبتنا الاساسيه راح تكون، الفواكه هي من الاشياء اللي فينا ناخذها، اكيد السيريال بارز او التريل ميكس اللي ممكن انه نحطهم بكيس ما بدهم براد ناشفين، فواكه مجففه ناخذ معنا فواكه مجففه، البسكوي مش دائما اوبسيون منيحه لانه البسكوي يمكن فيه نسبه سكر، يعني في انواع، في انواع حتى اذا كانوا بلا سكر، حتى اذا كانوا بلا سكر ما ننسى انه معظم الأوقات الأشخاص بس تكون مع بسكوي بلا سكر أو دايت بتصير تأكل أكتر. صح. وخلينا مركزين بسيشيك أكتر، مزبوط، نحط الحصص مثل ما هني، ومش غلط كمان إذا كان في محل قريب في أنواع الحليب أو العصير اللي بيكونوا يؤشتي، يعني معرضين لحرارة معينة ما بدهم براد، يعني نحن مش بحاجة إنه ناخد براد تنحافظ عليهم، دونك فينا ناخدهم إذا جوعانين عطشانين في هالحليب الخالي من الدسم، وصاروا بعتقد في أنين المي كمان، أكيد المي هيدي عجنة هيدي دائما موجودة أنية المي معنا، دونك حبت فواكه أو قطعة سير أو باردو سيريال أو حتى يمكن شوية مكسرات مع فواكه مجففة مع حليب أو عصير، دونك هيك فينا نضاين للوجبة الأساسية. وهلأ دائما يمكن بدك تقولي لي أوكي ما رايحين على بلد جديد لازم ندوق، صح، ولازم ما بدنا نضل منتبهين، هلا مزبوط لازم نكتشف انواع يمكن اطباق جديده، بس لازم نضلنا مركزين، لازم ندوق بس مش ناكل. لا لا لازم ناكل كمان. اذا بدنا نحكي عن الوجبه الاساسيه وقت اللي نوصل على يمكن مطعم، اول شغله بدنا نشوف المنيو. هلأ في أشخاص كتير وأنا بفهمهم ما ياخدوا خضرة، لأنه الخضرة عادة إذا ما كنا مأكدين من طريقة غسيلها خاصة وقت اللي نسافر، الناس تتعرض لبكتيريا جديدة لأنواع يمكن منا معودة عليها، ممكن أنه هيدا يؤدي لمشاكل إسهال وإلى آخره، دونك تتجنب الخضرة. هيدا شو فينا ناخد محل الخضرة؟ مش غلط، مزبوط، خلينا نختار طبق فيه خضرة مطبوخة. أوكي. منه فيه من ميلي منكون أخذنا ألياف، يمكن إذا كان في فيتامينات ببعض أنواع من الخضرة منكون كمان دخلناها، وناخد أكيد الطبق اللي بدنا نتناوله، دونك هيدي نقطة كتير مهمة، نختار الأطباق اللي فيها خضرة، ما نركز كتير على، دايما منركز على البيتزا وعلى البرجرز،
مش غلط ناكل بيتزا ومش غلط ناكل برجر، بس اكيد ما نختار البيتزا اللي فيها فور تشيز او ناخذ بيبروني مع فور تشيز، ونضلنا مركزين على نحن شو عم نختار كانواع والدسير. حتى ولو كانوا دسمين، لانه بالنهايه هي الكميه اللي مهمه اكثر من ما نوعيه وقت اللي نكون مسافرين، لانه ما فينا نسيطر كثير على النوعيه. سالتيني عن الديسير، هلا اكيد في انواع ديسير عديده، مهم كثير وقت اللي بدنا نختار الحصه السريعه ان كانت حلويات او ديسير ما نكون جوعانين، يعني ما تكون هي الوجبه الاساسيه. هلا في اشخاص بيقولوا يمكن انا ما بدي اكل، بدي بس اخذ ديسير. هلا اذا كثير حابين نتناول انواع معينه من الحلويات، فينا نعمل هال الاستبدال إيشانج بين الوجبة الأساسية، بس أكيد مش مستحب هالشي، لأنه بالنهاية نحن منكون رح نجوع بعدين، رح نرجع ناخد يمكن بالوجبة التالية ناخد سعرات حرارية. هلأ إذا بدنا ندوق كمان فينا ناخد كذا ديسير وناخد شقفة. أنا مني مع كذا ديسير، أنا مع أنه نختار الديسير اللي أكتر شي نحن بيطلع عبالنا ناخده، ونرجع على يمكن مشوار تاني ناخد ديسير تاني. وأكيد ننتبه على حجم الحصة، لأنه بالنهاية هي كتير أشخاص فيهم يسافروا بدون ما يرجعوا من بعد السفرة اخدين كيلويات زيادة أو مخربتين بمعدل الدهون بالدم عندهم. إذا انتبهوا على الكمية اللي عم ياخدوها، وأكيد انبسطوا باللي عم يكلوه مش بس دقوا. يعني لازم دايما يكون عنا شيء مثل فواكه مجففة أو لوز، جوز، ما نكتر كتير من الجوز كتير. لأنه فيه نسبة سعرات عالية، بس فينا ناخد مكسرات معنا مع فواكه مجففة، فواكه، أو فينا نكفي النمط اللي عايشين فيه كنا هون، وننتبه كمان إذا نهار خبصنا تاني نهار كمان نجرب ما نخبص. ميرسي كتير نتاديها هالمعلومات. Have a nice weekend. مشاهدينا وقفة ومنتابع سوا إلعي.